نشعر بسعادة وفخر في 2013 حينما أطلقنا مشروع رحاب المثنى، كان يبدو أنه شعارا تسويقيا انتخابيا ليس جديا، ولكن بعد مرور هذه السنوات والطفرة النوعية الكبيرة التي حصلت في الجانب الزراعي وفي رحاب المثنى بالتحديد، وكان السيد المحافظ يحدثني عن العروض الاستثمارية والرغبات في توسيع الزراعة في رحاب المثنى، هذا كله بالحقيقة يكشف أن المحافظة ستتحول وبشكل سريع إلى رافد أساسي لتوفير الأمن الغذائي، ليس للمحافظة أو للعراق وحده، بل يمكن أن تساهم حتى في تصدير المحاصيل الزراعية لدول المنطقة ولتسد احتياجاتها الغذائية. لذلك المثنى لديها إمكانيات هائلة وكبيرة، صحيح أنها من حيث السكان هي المحافظة الأقل سكانا، لكن من حيث المساحة هي ثاني أكبر محافظة في العراق، وهذه المساحات الشاسعة توفر فرصة كبيرة لاستثمارها لرفاه ورخاء أبناء المحافظة ولنهضة عمرانية زراعية وصناعية كبيرة في المثنى.